بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. وأيامكم سعيدة بولادة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، ثامن الأئمة وضامن الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى شفاعته في الدنيا والآخرة. دعاء الإمام الرضا عليه السلام لقضاء الحوائج، وهو من كنوز الإمام الرضا الموروثة لجميع أتباعه وشيعته في قضاء الحوائج، وهو أن تقول: يا صاحبي في شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يا رب كافة، يا عين صاد وياسين والقرآن الحكيم، أسألك يا أحسن من سئل ويا خير مرتجى، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ثم تسأل حاجتك، فإنها مقضية حتما وقطعا بجاه الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.